لقاء ديني وثقافي بالصويرة يحتفي بحفظة كتاب الله عز وجل، وفي مقدمتهم المقرئ عمر القزابري، بادرة من جمعية الجالية الصويرية المقيمة بالخارج، هدف ترسيخ القيم الإسلامية. وصال إمغري وعبد الغني الطهراوي. تكريم لفضيلة المقرئ السيد عمر القزبري الذي عرف بحسن ترتيله لكتاب الله عز وجل، فرصة سانحة لاستحضار خصال ومكانة المحتفى به. واحتفاء بكتاب الله واحتفاء بأهل القرآن، وأهل القرآن يستحقون كل أنواع الاحتفاء، فهم أهل الصفاء وأهل الارتقاء، وبهم ترتقي الأمم وبهم تزكو الهمم، فنسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن. جئت من أرض الكنانة مصر إلى أرض المغرب الشقيق بين أهلي وأصدقائي وأحبابي لكي أشارك أخي وزميلي وشيخي الأستاذ والشيخ عمر القزبري فرحته وعرسه اليوم، فهو رجل قارئ مجيد للقرآن الكريم، وهو أهل لأن يكرم. اللقاء كان فرصة لتكريم مجموعة من حفظة القرآن وكذا ثلة من علماء الصويرة، إضافة إلى عدد من البراعم القراء الفائزين بمسابقة تجويد القرآن وطنيا وعربيا، تكريم من طرف الجالية الصويرية المقيمة بالخارج. لقاء ثقافي ديني تكريما لفضيلة الشيخ عمر القزبري. هذا الشيخ هذا اللي معروف غني عن التعريف لجميع المغاربة بطيبوبة ديالو بالقراءة الطيبة ديال القرآن الكريم. وفي ختام هذا اللقاء تم التأكيد على عزم الجميع الدائم والحرص المستمر على مواصلة الاعتناء بكتاب الله تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.